مشاهدي ومتابعي اخبارنا، مرحبا بكم في هذه التغطيه الخاصه لفعاليات كاس افريقيا 2023 هنا بالكوت ديفوار. اليوم مباراه المنتخب الوطني ونظيره الجنوب الافريقي، مباراه برسم دور 16. هذه المباراه هي مباراه مفتاح، نتمنى ان نتجاوزها. حضور جماهيري اليوم غفير، نتمنى ان نتخطى صعوبه يعني حضور حكيم زياش وحضور سفيان بوفال، ونتمنى ان يكون الفريق الوطني اليوم في المستوى، ونتمنى اليوم ان نغادر هذه المدينه الى بواكي من اجل مباراه ربع النهائي. ابقوا معنا لتعرفوا كل تفاصيل حول هذه المباراه. رحلة عادية، 4 ساعات ديال الطائرة ماشي مشكل. دونك هذه 15 اليوم وحنا هنا شفنا الأدوار الأولى، الثلاثة ديال المقابلات ديال الفريق الوطني كلهم كانوا في المستوى، إلا الماتش الثاني ديال الكونغو. الشوط الأول كان مزيان، والشوط الثاني واحد شوية ديال العياء بان على حيت لأن كان الجو سخون بزاف، درجة الحرارة وصلت تقريبا ل 36. إذا اليوم المقابلة ديال جنوب إفريقيا مقابلة واعرة بزاف، حيت لأن فيها شوية ديال التكتيك، ولكن ما غنخافوش على الفريق الوطني حيت لأنه متسنس كيلعب مع الفريق الإفريقية. واخا آخر مقابلة مع جنوب إفريقيا كان نهزمنا بجوج لواحد بيد ديال حكيم زياش، ولكن اليوم الحاجه الوحيده اللي فيها واحد شويه التخوف هو المقابله غتعرف غياب سفيان بوفال، و 50% غتعرف ايضا غياب حكيم زياش. اذا الا لعب حكيم زياش غنكونوا حنا مرتاحين شويه، والفرقه كلها كتكون مرتاحه بالوجود حكيم زياش، حيت لان انسان كيلعب بواحد الرجل اليسرى بواحد الذكاء وبواحد السهوله. نطلبوا من الله المقابله تكون صالح فريق. السلام عليكم ورحمه الله، وان شاء الله اليوم نربحوها ان شاء الله 2-0 ونوفيغ ان بون ماتش. هاد لي سو ماتش لا سافيت لو سوار، دونك لا تمبيراتور سيغا ان شاء الله اغريابل، اي بي اون فا غاني اون فا ايسي جوي اسي او، اي فو لي بريسي او باش كو او اوسي ايزون ان جو تكنيك تاكتيك. دونك جيسبر كو ريغراغي دار النيه وحنا نديرو النيه. الله الوطن الملك. الله يسلمك. جيت من فرنسا؟ انا جيت من الخارج من فرنسا، باغي باغي كازا، كازا ابيجان، ابيجان سان بيدرو. مخيره كاع، تحيه لي زيفوريان، الشعب فريمون ان كغون بوبل، سي تري جينيرو تري انتوزياسم. هيير اون افي اون امبيونس مانيفيك، وانا نشط معاهم وكلش، تي انكرويابل. شوف اللقاء ان شاء الله غادي يكون صعب، ولكن احنا عندنا ثقه كامله 100% في الركراكي والاختيارات ديالو وفي التشكيله، وكتشوف غيكون الدعم كبير كبير من الجمهور الايفواري. الا جيتي تشوف الاجواء هنا في الكوت ديفوار، مليار في المية ديال المشجعين كيشجعونا ماروك ماروك ماروك. اذا غيكون ضغط جماهيري كبير على المنتخب الافريقي والجمهور المغربي اللي حاضر بشكل يعني كبير جدا. وحنايا من في جروب ديال روسو فيردي ان شاء الله غادي نشجعوا 90 دقيقة، غادي نعطيو الجهد ديالنا كامل، وان شاء الله يكون الخير على رقعة الميدان. اجواء صراحة زوينة وولفناها ومسخيناش احنا بلا كوت ديفوار، واخا الماتش اللي مورا ان شاء الله ما غيكونش في هذه المدينة، ولكن احنا ما عندناش مشكل، اون سو ديبلاس ما كاين حتى مشكل، غير ان شاء الله هما يربحوا ويديروا اللي عليهم، حنا اللي غنديروا اللي علينا ان شاء الله. اجواء رائعة، لي زيفواريان حتى هما لاكوي ديالهم بوحدو، حتى ماشي غير لي زيفواريان صراحة، حتى لي سوبورتر ماروكان عطاو واحد ليماج زوينة ديال 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 المغربي، وهادشي اللي كاين، كلشي مفاهم الحمد لله. المغرب 2-0، كنبغيو المغرب
وعاش الملك. لا جيت من المغرب، جينا من الماتش الاولاني ديال بروميير تور، وحنا باقيين حاضرين ان شاء الله، ونتمنوا نبقاو حتى الفينال باذن الله. هادشي اللي كاين. شنو ديالك الماتش بصراحه؟ صراحه انا ما كنبغيش نتوقع، حيت ما نقدرش نقول لك شنو كاين. اللي غنقول لك هو اللي كنتمناو ان شاء الله باذن الله، خاص يكون زعما اليقين ان شاء الله غتكون مربوحه اليوم، ونفرحوا الجماهير المغربيه كامله، غيفرحوا الجماهير المغربيه كامله ان شاء الله، مربوحه ان شاء الله. بشحال جيت بالطياره من فرانكفورت لابيجون، من ابيجون لسان بيدرو، حبا في الوطن، كنموت على المغرب كما قلنا. وماتش مربوح 2-0، قيدوها 2-0. جيت من باري، دونك درت باري ابيجون. اوني لا بور سوبورتي لو ماروك، pour supporter الكوتش ديالنا الرائع وليد الركراكي والدراري كاملين اللي فايل مونتر واحد الروح على الوطن، واحد الروح رياضيه، واحد الروح على البلاد واعره بزاف، وحنا معاهم اليوم بالروح بالدم. اوني لا بور لي سوبورتي الماتش كامل ان شاء الله، غادي نسوبورتيهم فوالا. لا لا انا كازا، انا طلعت على سميتو على الكره فوالا. شوف اليوم الحاج الماتش، واش كتشوف المباراه اليوم؟ اليوم شوفها مزيانه، الجو بارد واللعب ديالنا راه مزيان الحمد لله، واجدين هذه يا با بروبليم ونافي الحمد لله. الركراكي الحمد لله ناشط مع راسو، ما عارف هو وجد راسو وجد كل شيء ان شاء الله. ميساج اللعابه هو انهم خصهم يديروا داكشي اللي كيقول لهم الناخب الوطني وليد الركراكي. ان شاء الله التركيب الخطه اللي غادي يلعب بها هي اللي غادي تقودنا للفوز 2-0 ان شاء الله. حنا متفائلين، جايين متفائلين، ما جايينش نرجعوا باش ما جايين ما جيناش لهنا باش نحضروا غير الاربعه المقابلات، بغينا نبقاو حتى التالي ديال هذا لاكان وغديوها معنا ان شاء الله. اليوم الماتش غيكون صعيب شي شويه، ولكن كنتوقع المنتخب المغربي يفوز بشي 1-0 ان شاء الله تعالى. من مراكش مزيانه، مراكش كازا ابيجون ديريكت، ابيجون جينا في الطاكسي من هنا ديريكت، داكشي دا زوين صراحه، اجواء عائليه هنا في سان بيدرو، ما كرهناش نبقاو هنا، ولكن لو دوزيام تور كاين في جهه اخرى ماشي مشكل. والله كلشي غيدوز مزيان، حنا كنا عندنا امل فان المنتخب غادي يدوز المرحله ان شاء الله المواليه ان شاء الله رب العالمين. اتوقع النتيجه وانهم غادي ان شاء الله يكون عندنا 2-0 ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.